أوجه إلى كل النساء الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي مخيمات اللجوء بأن يقفن صامدات أمام واجبه اليوم. صمودهن اليوم هو انتصارنا غدا، وبالتالي علينا أن نصمد وعلينا أن نحرك كل الشعوب العالمية لكي تتضامن معنا. أيضا أعرف أننا النساء الفلسطينيات نمر بظروف صعبة جدا، ولكن التاريخ علمنا بأن نصمد وسنصمد. تحية للنساء التونسيات لا تنبع فقط من موقفهن اليوم، لقد كان لهن دائما موقف مشرف. يعني أنا عندما كنت المنسقة العامة لمنتدى النساء العربيات عايشة، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هي التي أسست مركز التضامن النسوي العربي وكان مقره تونس للتضامن مع النسويات الفلسطينيات ومع نساء فلسطين. وبالتالي واليوم أن يحتفلنا بالثامن من آذار على شرف نساء فلسطين والتضامن مع نساء فلسطين، فهذه رسالة كبيرة لا يمكنني إلا أن أشكرهن عليها، وهي متوقعة منهن، ونتوقع مزيدا من التماسك والتضامن مع اليوم العالمي للمرأة. هو يوم تعودنا أن نحتفل به على أنه يوم لانتصارات حققتها النساء في مختلف أنحاء العالم. أما اليوم في ظل ما يجري فهو ليس فقط يوم من أجل الاحتفال بالانتصارات، بل تأكيد على أهمية التضامن النسوي العالمي.